كنا قاعدين في البيت في أمان الله عز وجل، أطفال ونساء، وما فيش عندنا أي حاجة يعني. تفاجأنا بصاروخ نزل على الدار بدون لا تحذير ولا بدون صوت ولا حاجة، قاعدين صلينا العشاء وقاعدين. استشهد ابن ابني عمره حوالي 7 شهور، وعندي ابني مفقود عدنان باطي، وعندي بنتي ماريا أو مجد مفقودين لهذا الآن تحت الردم. والله ما احنا عارفين ايش وين راحوا. احنا عم اللي صار أمر لا يتخيله عقل ولا منطق، لأنه احنا قاعدين سالمين مسالمين في الدار، لا بنطلع ولا بننزل ولا إن أي حركة. يعني القضية مش قضية عقاب، القضية قضية تهجير، القضية قضية انت قاعد في دارك، ممنوع تقعد في دارك، لازم ترحل على الجنوب. والله ما نرحل، والله ما نرحل، والله ما نرحل. اليوم احنا ضربنا وصوبنا واستشهد ابن ابني وممكن ابني وبنتي بناتي، لكن والله لرجع على الدار بإذن الله ويقصفونا مرة ثانية. بنلاقي ربنا سبحانه وتعالى شهداء، ما بنلاقي ربنا شاردين. احنا بنستنى وعدنا، هذا وعدنا، في هذا وعدنا في أرض الميعاد، هذا قدرنا، هذا قدرنا. والله لن، والله لن نهون، والله لن نتراجع، والله لن نتراجع، والله لن نتراجع.